المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني وحدة خاصة عملياتية أنشئت في 27 أوت 1989 بموجب مرسوم رئاسي 39-89. المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني موضوعة تحت السلطة المباشرة لقائد الدرك الوطني، يقودها ضابط سامي من الدرك الوطني اختصاصي في المجال. على العناصر الأعضاء في المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني استفاق مقاييس هي شروط لا مفر منها: الجدية، الصرامة، اللياقة البدنية، الشجاعة، الإقدام والعزم، الدقة، العقلانية والثقة في النفس. تربص إلى تطبيق تمرينات فادو الجسدي والمعنوي للفرد وكسب ردود أفعالية وترسيخ روح الجماعية. Oh!
واحدة من هناك، واحدة من هناك، فاصل على ثلاث. اقعد 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 هناك مهام أساسية أنشئت لأجلها، وهي مكافحة اللصوصية، مكافحة الإرهاب، شل حركة الأشخاص الجد خطيرين.